السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. محرم کے دوسرے جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ لیجئے. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو بھی اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا پورے سال ہر بلا مصیبت سے اس کی حفاظت ہوگی، ہر بیماری سے نجات ہوگی، دشمنوں سے نجات ملے گی. وہ وظیفہ اس طرح ہے: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآخرنا ولا تؤخر علينا، وارضنا وارض عنا. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا حليم يا حكيم، يا قيوم يا رحمن يا رحيم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا ودود يا ذا العرش المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها والشر ما ذرع في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حكيم يا قيوم يا رحمن يا حميد يا مبدئ يا معيد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان اللهم يا غني ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حكيم يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان نفحني منك بنفحة خير تغنيني بها عمن سواك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا
نصر من الله وفتح قريب. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد. اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عما سواك، واحفظني بما حفظت به الذكر، وانصرني بما نصرت به الرسل، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق، يا عليم يا حكيم يا قيوم يا رحمن يا رحيم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد، يا ودود يا ذا العرش المجيد. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا كاشف السوء، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا إله العالمين. بك أنزل حاجتي وأنت أعلم بها فخذها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. سلام على نوح في العالمين. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم، يا حي لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. يا باسط يا فتاح، يا حنان يا منان، يا حل المشكلات. رب يسر ولا تعسر، وتمن بالخير. يا حفيظ يا حفيظ، يا رقيب يا مجيب، يا الله يا الله، يا الله يا فتاح يا خالق، يا قابض يا مالك يا باسط، يا رزاق يا عليم.
يا عليم يا حليم يا كريم يا خالق يا بارئ يا مصور يا الله يا حي يا قيوم بحق فتيكفيك الله وهو السميع العليم يا ذا الجلال والإكرام